قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى ذكر أننا لابد نعتقد في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أفضل الخلق، هم عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر. ولا يمكن أن نذكر شيئا عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. انتظروا لي بس 5 دقائق، إيش رأيك؟ ممكن 5 دقائق بس. طيب، عصم الله سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل عصم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. وقال الله سبحانه وتعالى هنا في الآية: إن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قدر هذا قدرا أنه لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله كان من الظالمين، إذن غيره من باب أولى، وهو لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، إذن الشرك لا يقبل من أحد كائنا من كان. والله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الآن هؤلاء عندهم كتب، إخواننا الكتب موجودة في الحرم توزع باب 37، فلا داعي أننا يعني العوام الآن ينظروا لكم طلاب علم تتزاحم على الكتب، والكتب موجودة الحمد لله ولا إشكال. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ماذا يصنع بي أعداء إن جنتي في صدري. احفظ أحسن، لأن ضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب. أنا أسأل وكل واحد يعطيني فائدة أعطيه كتابين، ما رأيكم؟ يلا بسم الله. ها لا، هذا اللي عندهم كتب ما نريد، نريد اللي ما أخذ الكتب. يلا يا شيخ، هاي الشيخ اللي يجاوب يعطوه كتابين، كتاب ومذكرة. نعم الشيخ، بسرعة بس اخرج انت. ها تفضل. لا انا اللي اسأل، الله يهديك، اعطينا فائدة. ماذا اخذنا في الدرس؟ وزع الشيخ اعطيهم. ها في الخوف، أن الخوف 3 أقسام يا أخوانا، كل واحد مكانه لو رجاء يعني تأتي الكتب إن شاء الله. الخوف عبادة وتعظيم وسر صرفه لغير الله، شرك أكبر. وخوف طبيعي جائز لا يلام عليه، وخوف محرم القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم وإليك. يقول التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. المشروع إما يكون بأمر شرعي كالصلاة في المسجد النبوي، أو بأمر محسوس ملموس نراه بأعيننا كما ترى في كتب الأئمة مثلا، أو الجامعة الإسلامية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ هذه الدولة يا رب العالمين. نعم. وإن لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا، ننتقل من مشروع إلى ممنوع. تمام غيره. نعم الشيخ، الكتاب يجيك، إذا ما جاك قدر الله ما شاء فعل.
ايش المساجد؟ يقول على قسمين. اي نعم، مسجد اسس على التقوى هذا نقوم فيه، ولهذا لابد ننبه اي احد يريد يبني مسجد نقول نريد تشرف على المسجد بعد ان يبنى حتى يكون مسجد ضرار، مفهوم؟ هو يبني المسجد ويتركه، وياتي مثلا اعداء الاسلام، صحيح والله ممكن يكون يدفن فيه الاموات، صح، ممكن يكون فيه رقص، ممكن يكون فيه شرك اكبر، صحيح، ونقول انت تبني مسجد ضرار. اذا تريد تبني مسجد تهتم اهم شيء ما بعد البناء. طيب، نعم نعم يا اخي. وعليكم يا اخواننا، ابو هريرة رضي الله عنه ما دخل يعني جامعة ولا كلية تربية ولا شيء، لكن تخرج يقول من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع، حتى قدم مقدمة قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أدب، ما استطاع حتى قدم مقدمة. المسيء في صلاته، هم قالوا يعني أساء في صلاته، لكن عندما جاء يتكلم ما شاء الله، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. والذي بعثك بالحق، قال مؤمن مصدق موقن أن الله سبحانه وتعالى بعثك إلى الثقلين الجن والإنس، ما تأتي به هو حق، علمني. أصبح طالب علم بعد أن كان مسيء في صلاته، صحيح أو لا؟ طالب العلم هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول: أنا أقول لكم هذا الكلام حتى تصنعوه مع العلماء ليس معي، هذا يقول ابن عثيمين، ما بالكم أنا. فالطالب قبل أن يسأل سؤال أو يقول فائدة أو شيء يقول إيش؟ أحسن الله إليك، جزاك الله خير، صحيح، يقدم مقدم، نعم، هات الفائدة إذن الآن. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله الشرك أكبر، والنذر لله ينقسم إلى قسمين: عام يدخل تحت كل مسلم، الخاص قبل التلفظ منهي عنه، محرم أو مكروه على رأي بعض العلماء، وبعد التلفظ فيه إما وفاء أو كفارة يمين. نعم، غيره. نعم أخي، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة الصرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله، هو دعاء بلسان الحال. ودعاء مسألة دعاء طلب، دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب، ومثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، لا ليس النذر. طب تمام، أجلس. نعم يا أخي، الخوف ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف الغير إلى شرك أكبر، وخوف محرم، وخوف جائز. تمام، غيره. نعم يا أخي، ما شاء الله. الأش يقول: انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، وانقسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط. في الاعتقاد في الأسباب صحيح، وشرك أكبر وشرك أصغر، وفي الأخذ بالأسباب إلى طرفين ووسط. تمام، جزاك الله خير. غيره. نعم الشيخ، ارفع صوتك. البسملة، قلنا الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب، وتقول بسم الله، أقرأ القرآن
بسم الله أتوضأ، بسم الله آكل، بسم الله أدخل المنزل. وجعلناه متأخر للحصر، تقدم المعمول على العامل. تمام، غيره؟ نعم يا أخي. أقسام المحبة: محبة مع الله شرك أكبر، محبة طبيعية جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله، ومحبة في الله أو لله واجبة من أوثق عرى الإيمان. طيب، في سؤال يتعلق بالدرس، اجلس جزاك الله خير، يتعلق بالدرس. هات. نعم، وإليكم. أي نعم، نعم، نجمع، قلنا هذا نذر عام وهذا نذر خاص. لو سألك سائل وقال لك: ما حكم النذر؟ إيش تقول؟ أنا أسألك أنت، إيش تقول؟ واحد يسألك قال: إيش حكم النذر؟ مستحب. جزاك الله خير، يقول: لأن عندنا في البلاد هناك ينذر لأصحاب القبور، وأنت تقول مستحب. فتوى من المدينة النبوية في مسجد قباء، جزاك الله خيرا. صح أو لا؟ صح أو لا؟ أنا سألته الآن ما حكم النذر، قال النذر مستحب. صحيح أو لا؟ يا أخواننا، ما فائدة يعني هذا الكلام وهذا التقسيم؟ تسأل هذا تقول: أي نذر تريد؟ عندنا نذر لله ونذر لغير الله، صح؟ واحد يسألك يقول: ما حكم الخوف؟ تقول: مستحب، واجب. قال: جزاك الله خير، عندنا يخافوا من أصحاب القبور ويعبدوهم من دون الله، صح؟ إذا ما فائدة التقسيم؟ إما تسأل أو تفصل أنت. وهذا معناه أننا لسنا أهل للفتوى، صح؟ فلا تفتي أحسن. لكن يا إخواننا لازم نتعلم، لازم نضبط المسائل، هذه التقسيمات حتى تضبط كلام العلماء. أنا كان عندي سؤال الصبح نسيته، أنا بسأل الشيخ سعود الآن.